استقبل الناس قرار إيقاف صلاة الجمعة والجماعات بالقبول والطاعة لولي الأمر لأن فيه مصلحة. وانقسمت قلوب الناس إلى ثلاثة أقسام: قسم حزن حزن شديد على عدم حضور الجمعة والجماعات في المساجد، مع أنه تلقاه يقيم الصلاة في البيت مع أهل بيته، تعتبر له جماعة وتفضل عن صلاته وحده، تلقاه حزن حزن شديد على تركه للمسجد وإيقاف الصلاة في المسجد في الجمعة والجماعات. وقسم عنده عادي، يعني صلى في المسجد ولا صلى في البيت وهذا حاله أصلا، ما فرقت معه، ما حد ممكن في ضيقة صدر شوي يعني وده، بس عادي عنده، يعني ما فرقت معه. وقسم فرح فيه فرح شديد من المنافقين المعادين لدين الله عز وجل، حتى وإن كان يلبس لباس الإسلام ويظهر شعائر الإسلام يقول لا إله إلا الله، لكن فرح بهذا الخبر. لكن ستنكشف الغمة وسيعود الناس بإذن الله عز وجل للمساجد، وينزل الله عز وجل عافيته، فما من ذا إلا وله دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. سنتنكشف بإذن الله هذه الغمة وسيعافي الله عز وجل جميع المسلمين. نسأل الله أن يكشف الغمة وأن يرفع الوباء وأن يشفي جميع مرضى المسلمين وأن يحفظنا وإياكم بحفظه يا رب العالمين.